إذن هذا اللقاء اليوم يأتي ولقاء مفتوح مع الشباب في إطار العمل اللي تتقوم به الشبيبة المدرسية والجمعية كذلك ديال التنمية. هذا اللقاء يهدف أساسا إلى الاستماع إلى الشباب وهموم الشباب، إلى الاستماع كذلك إلى تصوراتهم المستقبلية وإعطائهم كذلك ما نقوم به كحزب سياسي في تأطير الشباب، وما نقوم به كذلك كحزب داخل الحكومة طبقا للتوجيهات الملكية من أجل النهوض بالشباب، من أجل إعطائه أمل في المستقبل، من أجل العمل كذلك على تأطيرهم وفتح لهم آفاق للارتقاء الاجتماعي، وأن يكون لهم لكل شاب ولكل شابة مشروع مستقبلي في بلادهم. هذا هو اللي تنخدموا عليه باش نقويوا الانتماء إلى الوطن وباش نعملوا جاهزين بكل إمكانياتنا، لأن هذا عمل جماعي باش أننا نطوروا القيم ديال المواطنة ونطوروا كذلك القيم الإيجابية في بلادنا. تواجد هنا في الجامعة الصيفية للشباب بالمحمدية التي تنظمها جمعيتي الشبيبة المدرسية وجمعية التربية والتنمية. الجامعة كتهدف لشقين، الشق الأول هو تأطير وتكوين الشباب من خلال عدة ورشات وندوات اللي كيهدفوا لأنهم المحتوى الورشات تهدف أنه يكون كيواكب الوقت، وأن الورشات تكون كتهم بصفة أولى سوق الشغل وهالتحديات اللي كنواجهوها دابا. فمن خلال ورشات ديال الذكاء الاصطناعي، كما كنعرفوا أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ من المجتمع ديالنا، وورشات عديدة أخرى. بالنسبة للشق الثاني هو ترسيخ حب الوطن واللي كنلقاو عند كل شاب، حب الوطن في الشباب ديالنا وديال أننا نتعلموا التضحية من أجل الوطن ديالنا. وكيفاش غادي تكون هذه التضحية؟ من خلال الانخراط في الجمعيات وفي الأحزاب. فهي طبعا الانخراط في الأحزاب دابا ولا واجب، ماشي ما بقاش اختيار ولا واجب. فاش اقل حاجه يقدر يديرها كل شاب هو انه ينخرط في عمل جمعوي او في عمل سياسي. في السنوات الاخيره كنا كنشوفوا عزوف الشباب عن السياسه، ولكن مؤخرا والحمد لله ولاو بزاف ديال الشباب تحيدوا لهم الافكار السلبيه، ولاو بزاف ديال الشباب تتجهوا لهذا الميدان، وهو كيكون بطبيعه الحال كيساهم في تكوين وتاطير الشخصيه ديال كل شاب. والشاب كيعطي كيضحي وميم طون كيساهم تياخذ بزاف ديال الحاجات المهمه. شكرا.